مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينج، ودائما أبرز ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. مشاهدينا الكرام، يقال أو قد تجد في النهر ما لا تجده في البحر مقولة تنطبق على مهندسة نظافة بإحدى الثانويات بولاية بشار، حيث تداول مشاهدينا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع الذي يظهر مهندسة النظافة بثانوية يلفوف عبد القادر بولاية بشار وهي تلقي كلمة مميزة ومؤثرة إلى عائلة مدير الثانوية التي وفته ألمانية بلغة فصيحة وسلسة. مشاهدينا لنستمع إلى هذه السيدة وإلى كلماتها ثم نعود إلى التعليقات. سادتي أساتذة الكرام، أبنائي الأعزاء، الحضور، أقف أمامكم وقفة إجلال وأكرام. نرحب جميعا بعائلة الفقيد المرحوم الأستاذ والمدير مؤسستنا الأستاذ سعيداني أحمد، ترحيب يليق بالمقام. ونقول كما قال الشاعر: يا زائرنا لو جئتنا لعرفت أنك صاحب الدار ونحن قبلك. اسمحوا لي سادتي، حتى وإن أطلت عليكم في هذه العجالة، ماذا يشكر الناس؟ لا يشكر الله سبحانه وتعالى. السنة الماضية لقد خضعت لعملية جراحية كانت كبيرة، ولقد فاجأني في حقيقة الأمر هذا الأستاذ. لما تجتمع القيمتان، قيمة العلم والتواضع في الشخص، أجمل ما قيل في التواضع: تواضع تكون كالنجم لاح للناظر على صفحة الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو في نفسه إلى طبقة الجو وهو غدي. وأنا مشرفة أن أخضع إلى عملية جراحية، وكانت كبيرة هذه العملية لشخص مثلي مصاب بالضغط الدموي وداء السكري. وأنا أتساءل في غرفة في المستشفى بين جدرانها تفصلني ساعات على إجراء العملية، هل سأعود إلى بيتي، إلى أبنائي، إلى المؤسسة، إلى زملائي؟ وإذا بي أسمع طرقا في الباب يفاجئني به أستاذ سعيداني أحمد، كان مثقل الخطى، وقف أمامي مبتسما ابتسامة تعلو محياه، عرفناه بها ابتسامة هادئة. نعم، لقد كان رجلا صابرا على الأهوال جلدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون من الناس الذين ذكرهم عنده. يأتون يوم القيامة أناس لديهم جبال حسنات بيضاء، ويسألون من أين لنا هذا، فيجيب الله عز وجل: إنهم أهل البلاء، فيتمنون أصحاب العافية أن يرجعون إلى الدنيا ويصابون ويكونون في هذه المنزلة. ووقف أمامي رحمه الله عالم صغير سادتي كأنه البارحة، وسألني بقدره: ماذا تحتاجين يا ابن سليمان؟ فماذا أجبت؟ وأنا بين جدران المستشفى أنام على الأسرة البيضاء، بالمناسبة سلام على كل من ينام على الأسرة البيضاء. قلت له: يا أستاذ، إنك أعلم وأدرى بما يحتاج المريض في هذه اللحظات. طأطأ رأسه رحمه الله وقال: إنه يحتاج إلى الدعاء، سأدعو لك يا ابن سليمان في صلاة الفجر. وكنت أتمنى أن ألتقيه وأن أشكره، ولكنه وفته المنية. يا سائلي عن أناس قد مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ يا نائم الليل كيف يطيب المنام؟ فالموت حق لكن الفراق صعب. شرف عظيم لي أن أقف أمام الزوجة الكريمة، وأنا أعرف ما معنى فقدان الأب، وجعل ما تفعلينه في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. وفي الأخير اسمحوا لي أن أقلت عليكم، وأطلب الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا كما نحن مع الأستاذ سعيداني أحمد في جنة عرضها السماوات والأرض، مع الشهداء والأنبياء والصديقين في جنة نعيم. نعيم. مشاهدينا الكرام، حظيت هذه السيدة وفصاحتها بإشادة واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. في التعليق الأول من أحمد الذي علق: ما شاء الله تبارك الله أيتها الأخت الكريمة على هذه الكلمة القيمة في حق المدير المثالي ذو الأخلاق العالية والمعاملة الحسنة التي يمتاز بها، رحمة الله بيرحمه برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة الفردوس نزلا إن شاء الله.
الله وأمين الرجل الطيب مراد، كتب ما شاء الله علم ومعرفة وطلقت لسان وأدب وأخلاق. نعم إنها بلادي التي تحمل من المثقفين والأدباء والعلماء في كل المجالات والميادين. تعليق بسمة أمل التي كتبت إنسانة واعية مثقفة ما شاء الله، هذه هي الغاية من الأسرة التربوية، أن يشعر الجميع بالجميع وأن يضع الجميع يده بيد زميله سواء كان مديرا أستاذا مشرفا عاملا مهني تلميذ. هذه الأجواء التي نرجو أن تكون في مؤسستنا جو التلاحم والوحدة. تحية تقدير واحترام لك سيدتي والرحمة والمغفرة للأستاذ أحمد صعيداني. مشاهدينا الكرام، تعليق آخر كتبت هذه نموذج أو هذه نموذج من حرائر الجزائر، رائدة في كل مجال مفتخرة بعملها رفع رأسها مبرهنة أنها قوية وفاعلة في المجتمع رغم المرض، فهي ما زالت واقفة أدام الله صحتها وبارك في عمرها. تعليق آخر ميدو الذي علق وكتب درس كبير لنا جميعا، هيهات أن تحتقر شخصا يمتهن مهنة بسيطة أو أن يلبس لباسا بسيطا. مستواك يا أمة أكبر بكثير من عملك ولباسك، نفتخر بك وندعو الله لك بالصحة وواسع الرزق. تعليق آخر مشاهدينا كتب شكرا أو كتبت شكرا للعامل على هذه المداخلة الطيبة والتي تدل على أن الثقافة للجميع، فألف شكر لك سيدتي وموفقة في حياتك بإذن الله تعالى. أما عن المرحوم السيد أحمد صعيداني فقد عرفته كما عرفه الكثير، طيب القلب باسم رقيق المشاعر والأحاسيس، أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار والخلود في جنة الفردوس أعلى يا رب. أم أيمن كتبت ما شاء الله وتبارك الرحمن قمة في الفصحة والثقافة وطلقت اللسان، صدق من قال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. حفظك الله وشفاك ورحم الله السيد أحمد وكل الأموات المسلمين يا رب. تعليق آخر مشاهدينا الأستاذة سلوى التي كتبت ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه ليست عاملة مهنية، هذه امرأة مناضلة تستحق أن تكون في منصب أعلى وأفضل، لها حضور وجرأة وطلاقة لسان لا نجدها عند مسؤولين أحيانا. إذن مشاهدين الكرام وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار ترندينج، شكرا لكم.